اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا ولقاء جديد بجدد معكم عبر برنامج حديث اليوم دائما عبر شاشه الاردن اليوم. يعني احنا وياكم نتعرف ونشوف شو في مناسبات فعاليات معارض لليوم بفقره المفكر اليومي. الكاريكاتير اليومي مع ميس العمر. ومشاهدينا بعد الأخبار المنوعة ننتقل وإياكم لأبرز الفعاليات المقامة اليوم حول مشروع الذي يعد الأول من نوعه في العالم والمتمثل بصناعة أكبر تاج ملكي أردني في العالم. دائما فقراتنا الطبية يعني مثابة استشارة مجانية وأيضا فقرات توعوية. حديث اليوم مع هناء الأعرج وشهد الطرامنة ومحمد غسان من السبت إلى الخميس الساعة 10 صباحا ويعاد في الأوقات التالية.